السلام عليكم أخواتي الأنيقات المحبات لللباس التقليدي المغربي في قناتكم عالم قفطان، التي نحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد. إليك سيدتي هذه المجموعة الراقية من الجلابة المغربية العصرية والتقليدية التي اختارتها لك قناة عالم قفطان، حتى تتألقي في كل إطلالاتك وحتى تتميزين بجماليتك التقليدية المغربية التي تجعلك أنيقة ومختلفة عن باقي نساء العالم، خاصة أن هذه الباقة تحمل في طياتها لمسات من التطريز وخامة الراندا والعقيق وغيرها من اللمسات التقليدية الرائعة. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الرضا ديالكم ويعجبكم ويكون عند الحسن الظن ديالكم وتلقاو الذوق ديالكم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ولنال إعجابكم، ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني، ولا كنت أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة. وكنتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء. واني كيف مروف تهني الغزوة والرافة نوصل كل غادي نهدم نهدافه، واني كيف مروف تهني الغزوة والرافة نوصل كل غادي نهدم نهدافه. أصدر أغف معروف شد حرابه وتوافى إلى وطن مكة يبرد شغافه، أصدر أغف معروف شد حرابه وتوافى إلى وطن مكة يبرد شغافه. عد محاق وصافه
يعني كيف ظروف يعني الغزوة والرافة نوصل كل غادي نهدم نهدافه يعني كيف ظروف يعني الغزوة والرافة نوصل كل غادي نهدم نهدافه أصدر أغف عروف شد حرابه وتوافى إلى وطن مكة يبرد شغافه أصدر أغف عروف شد حرابه وتوافى إلى وطن مكة يبرد شغافه سعد بحق وصافه يروي القلب الملهوف من مزمزم يتعافى ويقبل الحجر سعد بحق وصافه